السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة التعليمية والتحليلية على قناتكم الخبير المتخصصة في مراجعة أحدث وأفضل المشاريع والعملات الرقمية. فالتذكير أيضا، كل فيديو على هذه القناة الغرض منه ليس دفعكم استثمار فيه، وإنما تسليط الضوء على بعض المشاريع التي تبدو لنا كمشاريع جيدة تستحق الحديث عنها ومراجعتها. فمشروع اليوم هو مشروع هامس سكن، فكما تلاحظون هذه واجهة موقع الخاصة بهذا المشروع. وقبل أن نغوص في تفاصيل هذا المشروع، تأكدوا من الضغط على زر الاشتراك وجرس الإشعارات حتى لا تفوتكم أي تحديثات حول أهم المشاريع الخاصة بالعملات المصفرة الموجودة. فالآن نتطرق إلى نظرة عامة حول هذا المشروع. فيهدف مشروع هامس سكن إلى أن يكون ثورة في عالم المال اللامركزي والنظم المدعومة من قبل المجتمع. فموقعهم على الويب هو homestoken.com، وهو أيضا بوابة لمستوى جديد تماما من فرص العملات المصفرة. فما الذي يميز مشروع homestoken عن باقي المشاريع الأخرى؟ فقبل أن نتطرق إلى أهم مميزات وخصائص هذا المشروع، فلنذكركم أن هذا المشروع كغيره من المشاريع فهو يتبع نظام البلوكتشين. ولأذكركم بما هو نظام البلوكتشين، فهو عبارة عن تكنولوجيا تقوم على نظام النت للنت، أي يتم إجراء المعاملة بين مستخدم هذه التكنولوجيا بدون أي وسيط. وهي تكنولوجيا أيضا لا مركزية، لا يوجد من يتحكم بالعمليات التي تتم من خلالها، لا يوجد هيئة حكم مثلا مسيطر على مجرية الأمور بها، ولا حتى شركات تدير وتنظم العمل بها. فالآن دعونا نكتشف هذه الخصائص. فكما ترون على الشاشة، هذا هو الموقع الخاص بهذا المشروع، وكما تلاحظون فهو موقع عنيق وسهل استخدام، ويقدم جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجونها للبدء مع هذا المشروع. لنجد أيضا هنا الوايت بيبر الخاصة بهذا المشروع. فالوايت بيبر هي عبارة عن مستند يساعد في تحديد الميزات الرئيسية الخاصة بهذا أي مشروع، تابع للعملات المصفرة أو البلوكتشين. فللتعرف على أي مشروع فلا بد من التطرق وإلقاء نظرة عامة عن الوايت بيبر الخاصة بأي مشروع للعملات المصفرة. فبعد تعرفنا على فكرة عامة حول هذا المشروع، فالآن لنتطرق إلى فكرة دقيقة حوله، إضافة إلى ما هي الأمور والخصائص التي تميزه عن باقي المشاريع الأخرى. ففي ذكر الميزات الأساسية، فهذا المشروع يقدم نظام حوكمة والذي يتم اتخاذ القرارات من قبل المجتمع لدى الهوم السكن، ويضمن أن يكون للجميع حق في المشاركة في مستقبل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خيارات المكافآت والاستثمار للمستخدمين لكسب أرباح مع دعم أمان الشبكة. وأيضا الأمان والشفافية، فالأمان هو دائما أولوية عندما يتعلق الأمر بمشاريع العملات المصفرة، وهوم السكن لا يخيب ظن مستخدميه. فبدعم من تقنية البلوكتشين يضمن عمليات آمنة وشفافة عبر المنصة. وأيضا على ذكر الميزات، فيقدم هذا المشروع نظام مكافآت فريد مصمم لتحفيز المستخدمين على الاحتفاظ برموزهم في قبو، فكلما زاد عدد الرموز المميزة التي يحتفظ بها المستخدم زادت مكافآته. ويمكن استخدام هذه المكافآت لإنشاء تأشيرة افتراضية أو بطاقة ماستر كارد، والتي يمكن استخدامها لدفع الفواتير والنفقات اليومية. وتم تصميم هذا النظام لتشجيع المستخدمين على التمسك برموزهم مع توفير فائدة ملموسة يمكن استخدامها في الحياة اليومية. وأيضا نجد هنا البير تو بير ترانزاكشن. فيستفيد هامس سكن من العملة المستقرة لتقديم طريقة سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة للمستخدمين لإرسال الأموال إلى الخارج مع عدم وجود وسطاء مانيين. ويمكن للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها بسرعة وسهولة دون الرسوم العالية والتأخيرات المرتبطة بالأنظمة المصرفية التقليدية. وأيضا الأوبن سورس بلاتفورم، والتي يقدم homestoken من خلالها نظاما أساسيا مفتوح المصدر، حيث يمكن للمستخدمين تبادل المعلومات والحصول على المكافآت مقابل القيام بذلك، فكلما زادت فائدة المعلومات زادت مكافآت المنشأ. هذا يحفز المستخدمين على مشاركة المعلومات القيمة ما بين مجتمع حول منصة homestoken. وأيضا لفهم أفضل لهذا المشروع،
فلقد أجرينا مقابلة حصرية مع بعض أعضاء فريق هوميز توكن لنتعرف أكثر على شغفهم وتفانيهم في بناء بيئة قوية ملهمة بالفعل. وأيضا فيتكون الفريق المكون لهذا المشروع من محترفين في مجال العملات المشفرة والتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. وأيضا الأعضاء الأساسيون في فريق البحث والتطوير هم خبراء تقنيون من شركات معروفة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأيضا هنا نجد الرود ماب أو الخطة المشروع وخطة المستقبل. فدعونا نلقي نظرة سعيدة سريعة على خطة المشروع وخططه المستقبلية. فكما نجد هنا فلديهم تطورات مثيرة في انتظاركم، ومن الجيد دائما معرفة ما ينتظر المشروع الذين تهتمون به. ففي الختام، مشروع هوميز توكن هو مشروع مبتكر يحمل رؤية وفريق متفان يقدم فرصة للجميع للمشاركة في عملية اتخاذ القرار والاستفادة ماديا، مع المساهمة في خلق فضاء عملات مشفرة أكثر شفافية وأمانا. فقموا بزيارة موقعهم homesecond.com لاستكشاف المزيد والانضمام إلى مجتمعهم. وأيضا لتبقوا على اطلاع دائم مجددات هذا المشروع، أنصحكم بمتابعتهم على كل وسائلهم التواصل الاجتماعي كالتويتر، وأيضا انضمام على مجموعتهم في التليجرام التي تضم أكثر من 1500 عضو. حيث ما إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول هذا المشروع، فيمكنكم طرح سؤالكم في الشات الخاص بالمجموعة وسيتم إجابتكم عنه في أسرع وقت ممكن. فكانت هذه حلقتنا اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو. لا تنسوا متابعتنا والضغط على زر اللايك. شكرا.